هذا دهن اللي يشتغلون به. كل هاي اسم سبايدر مان حق عليه. خلاص يعني اللصق ما بي. لا دجيت راجع. قلي خلاص خلصنا. رجع خبره. لسه قفلت الباب المقطع. لا هسه نقفل. طبعا هاي المواد لقيناها داخل هاي الدواليب اغلبيتها اكسبايراتها 2020 و2021. بناء على المعلومات المقدمة من قبل جهاز الأمن الوطني إلى شعبة الرقابة الصحية في محافظة نينوى، تم العثور على محل مليء بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم كذلك العثور على معمل متخفي، وكذلك العثور على مواد لغرض الغش الغذائي كاللواصق وأختام لتغيير التواريخ الإنتاج والنفاذ. الحصول على الأوامر القضائية بخصوص إتلاف هذه المواد تقريبا ما يعادل طنين مواد مختلفة، شوكليت وكرزات وحلويات وكيك وكذلك الراشي في منطقة الدواسة قرب مطعم القارب. بناء على معلومات من جهاز الأمن الوطني في الأيمن الموصل، شرعت الرقابة الصحية في قطاع الأيمن منذ 1:30 إلى هذا الوقت حوالي الساعة 7، وضبطت أكثر من طنين من المواد المنتهية المفعول مع أختام مزورة ولواصق مزورة في الإكسباير، وحجز على هذه الكمية لحين صدور أمر قضائي في إتلافها. قمنا بزيارة تفتيشية كشعبة الرقابة الصحية في الجانب الأيمن إلى منطقة الدواسة خارج، قمنا بإجراء تفتيش على هذه المحلات للشرزات والحلويات، تم ضبط أكثر من 2 طن من المواد المنتهية الصلاحية، وجنابكم شفتوا المواد والحلويات وين كانت موضوعة داخل دواليب خاصة لكي يعني لا ترى للزبون القادم. أيضا الشوكليت شفناه أيضا معروض داخل الخانات من الزجاج، هذا الشوكليت أيضا يعني منتهي الصلاحية. أجرينا كرقابة صحية إجراءات قانونية، ووجدنا أيضا داخل الدواليب ليبلات يتحكم بتاريخ الإنتاج والانتهاء، أختام مزورة داخل هذه الدواليب.